السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا جديد. بزاف د البنات طلبوا لي نعمل لهم واحد الفيديو في اكسيون، اليوم عاد كثر ان شاء الله غادي نمشي. عاد طون بيان اليوم ميركودي كيجيبوا حاجات جدادين وصافي. خليكم معايا حتى اخر الفيديو، نعطيكم حبوسه كبيره. خبيزو فوالا، بحال اللي كتشوفوا عندهم الحاجات ديال الباك. دابا بيريود ديال الباك تقريبا، من الحاجات ديال الباك تقدروا تجبروا فيهم الحاجات اللي تقدروا تحتاجوهم. يعني فحال هادو اللي غادي تشوفوا دابا ديال الطويسات، هادو ديال كتعملوا فيهم اللي تعملوا فيهم بيطات ولا لا اللي طاس بحال هكذا. هاد الزلافات هادو، يعني كاين الحاجات اللي تقدروا تستعملوهم من غير يعني ديكوراسيون دو باك. هادو هما البنات، ما نصحكمش بهم مره دغيا، كيتدراو ديتها وكانت تدرات لي بزاف، ودابا جيت ندي في حاله هكذا ديال اللوح. المهم انا كنعملهم في كوزينه، كنعمل فيهم الصابون القشوع، كيجوني ساهلين مزيونين. هادو هما ديال ستيل بومبو، مزيونين بزاف ونجيبو فيهم بزاف ديال الحاجات. كاينه هادو كتشوفوا الثمن كيعملو 1.38 €. كاينه هادو ديال الصابون ونجيبو فيهم بزاف ديال الحاجات. هادو مزيونين بزاف، فكروني شحال هادي كانوا بحال هاد الشكل هذا ديال البحر. كاين اللون هكذا ديال اللوح وكاين بحال الكري. شوف جابوا بحال منهم بحال هكذا في الدي نو في ليديا شفتو. حتى هاد لي باني هادو مزيونين بزاف. بحال اللي كتشوفوا جابوا ديكوراسيون هادو ديال ديغيزمون ديال الكارنفال. حتى هادو كنديهم من عندهم مزيونين، فيهم ريحه مزيونه وماشي قويه، وكينيطويو مزيان، كيزولو كراسا، فريمون مزيونين. كاينه حتى هادي هي فيها ريحه ديال لافوندغ، هي ماشي قويه بزاف، مخلطه لو ريحه ديالها حليلو. بحال اللي كتشوفوا اكسيون عندهم حاجات مزيونين والثمن فريمون رخاصين بزاف على مواقع اخرى، عندهم اثمنه فريمون مناسبه. انا باش فتحت هذه المكازا هذه بزاف د المكازات تشادو، حيت بزاف د الناس كيشوفوا فرق ما بين هنايا ومواقع اخر، كاين واحد الفرق كبير. حتى هادو مزيونين تجمع فيهم الحاجات. انا كنت ديت هكذا في كري، عندهم بزاف حال هكذا هنايا، يعني كتحتاجوا الحاجات بحال هكذا. كاين هذه فيها بحال مجوره هكذا ستيتوين، وهذه المسامار وديكشي. كاين حتى كبارين يعني بوغ لي ديماناجمون ولا نقشاواش ولا شي حاجات بحال هكذا. حتى هاد المرايات هادو جابوهم جدادين في اكسيون، كتشوفوا الثمن 7 أورو شي حاجه و90. هذه هي مزيونه عجبتني بزاف، انا كنت ديتها ب 35 أورو من زارا اوم. تقريبا بحال ما عطيتهم، غير هنايا في اكسيون للاسف كيتجبرهم ابيمي، يعني ما كيحافظوش عليهم، ما كيكونوش عندهم ملويان وداكشي. انا يعني بحال اللي كتشوفوا الثمن ديالها ما وصلش حتى 10 أورو، وتقريبا نفس الحاجه. حتى هادي مزيونه عجبتني بزاف، غير هي خفيفه بزاف. باش يحطوا هيدا ديكور مزيونه بزاف، عجبتني، كيعجبني هاد الستيل بحال هكذا. عندهم بزاف الحاجات بحال ميزون دو موند وزارا اوم، يعني كاينه الشبه بزاف. كاين هادو كوكيز ديال المعكازات، المهم كاين لي زانغريديون داخل،
غير كتعملوهم مع بعضيتهم وصافي. كاينه هادي ديال كريب، شفت بزاف الناس كيشكروها، بحال كتشوفوا الثمن فريمون رخاص، رخاصين بزاف، 15.95 هاد لي كومبليمون ولا لي فيتامين. صراحه عمري ما شريتهم اكسيون، ما عرف ما كنزعمش عليهم، شفت بزاف بنات كيشريو من هنايا هاد اوميغا 3. حتى لي مارك معروفين يعني نيفيا، دوف، بحال كتشوفوا فازلين، يعني حتى لي مارك معروفين كيجيبوهم، عندهم اثمنه هنايا رخاصين على موضع اخرين. كاين هاد لي ماسك هادو شفت بزاف الناس كيشكروهم، مي صراحه انا عمري ما جربتهم. هادو ديال الوجه هادو هما فريمون مزيونين، انا ديت منهم شي جوج كيجمعوا المكياج مزيونين. هنايا غيون بيبي بحال اللي كتشوفوك عنده ماركات معروفين، افينت يعني عنده ماركات مزيون معروفين، واثمنه رخاصين على مواضع اخرين. كاينه هاد توبات، كاينه بيبرون، لي كريم نيفيا، لوريال، ملي كتجبرو ماركات معروفين. ماشي بزاف شفتهم جابو تا مكياج ديال نيكست. عندهم تا زيت كوكو، انا كيحمقني زيت كوكو بحق صراحه، ما كنشريش من اكسيون، ما كيعجبنيش ديال اكسيون. المهم عنده بزاف استعمالات من غير الشعر، كنستعملو بزاف كيحمق. نرجع شويه د اكسيون ماشي مزيان. تا لي ديكوراسيون ديالهم مزيونين. هادو عجبوني، جوني بحال ديك شي اتاري غير هي على حسب ديكور الدار ديالكم. هادو توما حليلين، هادو مزيونين، هاد لي بتي موتو لي كيعملو ديكوراسيون ديال عيد الأضحى مزيونين. هادو مزيونين عجبوني بزاف، اللي عندهم ستيل فحال هكا ديال الدار مزيونين. هادو اللي جابو الحديد، كاينه بزاف الحاجات جابوهم فحال هكا هاد المره. دوماج اكسيون كساليا كيرونو الناس بزاف، كتجبرو دائما مرونه، عاد ما كتجبرش فيها الحاجات بزاف لي قرابين، بحال ملي مشيتي بعادين كتجبر الدنيا شويه نقيه وكتجبر الحاجات بزاف. انا اكثريه كنمشي لوحده بعيده، كنمشيش لهادي اللي قدام الدار، علاش كنجبر اكثريه الحاجات ما عنده مشي ومرونه مرونه بحال اللي كتشوفوا هي
تمشي مرتصف صراحه. هذه هي فريمون مزيونه ديتها، هذه تقريبا واحد عام ونص هي عندي مزيونه، مي كتسخن كتشعل فيها الضوء. حتى هادو عجبوني بزاف ديال الشومبرا كوشي ديال العيال الصغار. كاين هذا بورتمونتو، كاين في الغوز، وكاين في الشيبي. مزيونين هذا لتا ديزانيمو، مزيونين عجبوني بزاف. كاين هادو ها هما كيجمعوا الحاجات، الوينات ديالهم مزيونين، كاين حتى في الخضيدار هكذا وفي الكري. كاين هاد لاتات هايدا كيجيو معلقين في الحيط، بحال هنايا بحال كيبان في التصاور في التصويرة. الثمن ديالو بحال كتشوفو 4 أورو شي حاجة، يعني ميم با 5 أورو. تا هادو مزيونين باش كيعملو فيهم لي بومبيرز بيبرون بحال كتشوفو في التصويرة، يعني تما فيهم لي بغيتي، لي مزيونين عجبوني. تا هادو مزيونين بزاف ديال الفريت، المهم كيتقدمو هايدا في الطبسيل، المهم كيجيو مزيونين الديكور ديالهم، كيعملو فيهم فريت، كاينة في كحال وكاينة فحال هادي، مزيونين حليلوين. لا بروشين فوا باش نعاود نعمل فيديو في اكسيون غنمشي نخرى لي بعيده شويه، كيكون داكشي يعني منظم حسن وكتجبر فيها كلشي. هادو تاوما عجبوني بزاف، و الثمن ديالهم 11.95. كاينة تا هادي جابوها جديدة في اكسيون مزيونة، كيجيبو بزاف هاد ستيل هذا بحال السواني هكدا، داكشي بحال الشكل عربي، و 9.95 الثمن ديالها، كي بحال ميسيتا هكدا ستيتو. هاد الطابلو تا هو جديد عاد جابوه، مزيون في هاد 3 ديال الالوان 4، مزيون. كاين هاد بورتمونتو هكذا بحال اللي وريتكم قبل ديال العيال الصغار، وهي هكذا في لون بيض. كاين هذا هو بحق بزاف ديال الناس شفت كيقولوا بان ما سي با مون كاليتي. كاين هادو حتى هما جابوهم جدادين، فيهم 3 كولور 1.49 €. كاين هاد السوينيات هادو اللي ديجا كانوا في اكسيون، هادو مزيونين، كيجيو 3 مرايات هكذا مع بعضيتهم. المهم هادو راه كلشي كيهضر عليهم، كلشي كيفتش عليهم البنات بزاف كيعجبوهم. كاين كل واحد كيعمل فيهم، كيعمل فيهم لي بيجو البارفان، اللي كيعملوا فيهم ديكوراسيون. انا ديت فحال هادي هي اللي انت حيت كحل عملت فيها لي سيرفييت، كتجي الدجاج والدوره ديالها اما في ديال الحديد ديال النقريه، واما مذهبه. هادو هما بنات اللي كيتقطعوا لهم الشارجور من الراس ديالو، مزيونه بزاف كتجي فوق الشارجور باش ما كيتعاوش. الثمن ديالها 1.16 ما كيجي بحال هكذا، كتشد كتعملو في الراس ديال الكابلي ديال الشارجور، المهم في الراس ديال الشارجور، وكتشد عليها كتشد عليهم باش ما كيبقاوش يتعوجوا. انا نوريكم كيفاش كيجيو. فوالا بحال هكذا الشارجور، وكتعملوها هكذا في الراس وكتشدو على الكابلي، فريمون مزيونين. انا بزاف عندي مشكله في الشارجور، كيتقادو كيت يعني الراس ديالهم كيتقطع،
فوالا هذا الاخر فيديو، كنتمنى يكون عجبكم وان شاء الله شي فيديو اخر الى كتب. نعطيكم محبوسه كبيره وان شاء الله مره اخرى. بيزو.